عليك صلاة الله ثم سلامه أحبك حب الله يزال إلى الرمسي أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي مهيما أبيت بليل التم سهران منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل فيه الورقى ليلي وجيرتي نيام وجفني كالمذان بمغرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شأن مؤمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرما بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط لكف منعما مقفا أمين وهو في الرسل مجتبا حبيب إله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنكم أحيا فزكى وألما ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسما عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النوى فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما لغير ما وما فوقتي وساعاتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد سرت جيلما فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبعين ومن رام عود الأمس يوما وأيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادروا مترجما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى مزن فصال مسرمدان وإضرام مسك الماء أمسك ملهما وإن قريشا أيبوك وسقروا وشق له ذا الجو بدرا معزما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وهدم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من رمية حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارقين وبالسيف يهدي الله من كان أجرما يفيد علوما فائضات ومغنما يبيد جيوشا للضلال أرمرما فأما هداه الأرض كرها وطاءة فعرب وعجب
أرشد الكل أمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله الشكر بالنبي محتما وقد صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال سابقون وعندنا للأقطاب ختم هبه كنزا مطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا وهل بعد هذا كله سوف أرجعك سوف أرجعك صلى الله عليه وسلم.